استاذ موسى من البحيره، اتفضل. ايوه دي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا بيه احنا عندنا الميه بقالها 27 يوم ما انطلقتش بسرعه ابيس المسجد ده كفر الدوار. في ابيس. اه. 27 يوم، انتوا زارعين ايه خضار دلوقتي ها؟ زارعين بيه دلوقتي، احنا عندنا زراعه دلوقتي لوف، وعندنا بطاطس، وعندنا خرشوف. وعندنا برسيم. اه. هو في استعدادات عشان الشتاء وعلشان النواة، لكن في نفس الوقت احنا عندنا محاصيل مختلفة، فلازم يكون في مية في بعض الأماكن أو في الأماكن اللي فيها زراعات. يعني اه بنستعد للموسم الشتوي، لكن لسه في ناس زرع. ما اتكلمتوش مع مهندس الري أو وكيل وزارة الري عندكم؟ والله اتكلمنا أكثر من واحد، ويقولوا ده المية بسيطة والمية شوية تحمله شوية، مش عارف. احنا عمرها ما حصلت عندنا الترعة دي، ترعة كبيرة أصلا ماسكة حوالي 10,000 فدان. وانتوا زراعة الرز اخبارها ايه عندكم؟ الظروف انتهى يا بيه، خلاص الحمد لله. مفيش حاجة موجودة مخالفة ولا زراعات يعني كله جم ضم الرز خلاص؟ اه ضمناه وكبسنا البلاط وعملناها المواشي لمؤاخذة وكله تمام. طيب ربنا يوفقكم، وانا ان شاء الله هكلم وكيل وزارة الري دلوقتي، الزملاء في الاعداد والاستاذ عزيز هيكلموا ويبلغوا المنطقة دي، علشان لسه فيها ناس شغالة وناس بتزرع عندها محاصيل موجودة في الارض محتاجة مية. حاضر. بشكرك يا استاذ موسى. بشكر حضرتك. يعني لما نيجي نتكلم الوقت اللي احنا بنتابعه في هذا الموسم، خلاص احنا داخلين على الموسم الشتوي وفي استعدادات، لان في اماكن اتعرضت لسيول في المواسم السابقه وحصل فيها كوارث، وفي بعض الاماكن خلاص احنا بنقلل مناسيب المياه في الترع، علشان لو حصل عندي طبقا لتقارير الارصاد الجويه وارقامها واحصائياتها سيول في هذه الاماكن، نقدر نستوعب المياه وما يبقاش في مشكله. لكن في نفس الاماكن في نفس الوقت في ناس زرعه لسه، في ناس بتكمل الموسم بتاعها،